بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم، أهلا وسهلا في قناتنا. إذا تعبير أو موضوع عن صحراء الجزائر. وكأن جزائرنا الحبيبة تتزين بحلي ذهبية تلتف حول جسدها الفتي، فتعطيها بريقا خاصا تبهر به أعين الزائرين لها والمارين بأراضيها. ذلك الطقم الذهبي الذي يعرف باسم الصحراء الجزائرية، التي أدهشت العقول وأثارت الفضول منذ فجر التاريخ. تشكل البيئة الصحراوية عصب الدولة الجزائرية ومركزها، فهي تشغل ما يفوق 80% من المساحة الإجمالية للدولة، وأيضا ما يقارب 20% من المساحة الإجمالية للصحراء الإفريقية الكبرى. صحراء الجزائر تملك ثروة لا محدودة من الموارد والمظاهر الطبيعية، وثرواتها الباطنية متنوعة ما بين الغاز والنفط والبترول. وقد اعتقد بعض العلماء أنه قديما كانت صحراء الجزائر تماثل الجنة جمالا وتنوعا، لكن التحول المناخي أطلق لعنته عليها ليحولها من منطقة رطبة إلى منطقة جافة. ورغم هذا ظلت متشبتة بأناقتها، فتلك المظاهر الطبيعية الصحراوية قد لبست ثوبا مزركشا من ألوان الاختلافات المظاهرية، فبدءا من جبال الأطلس والهضاب العليا، مرورا ببحور الكثبان الرملية ذات الموج المتمايل، إلى ظهور عدد من الجنان والواحات التي نراها كاللؤلؤة الخضراء المتوسطة لعقد الصحراء الذهبي. صحراء الجزائر تحتوي على آثار الحياة الأولى كالنقوش الحجرية الإنسانية والحيوانية وحتى النباتية، التي أعطت دليلا قاطعا على أن الصحراء يوما كانت جنة خضراء. أما قصورها الأثرية فتعتبر معجزة في تصميمها، بنيت وفق نظام مغلق من الخارج ومفتوح من الداخل، فتغزوها الشمس بنورها وحرارتها ويكسوها الهواء بعطفه. فقد عرفت قصورها السبعة المعجزة بتصميمها الدقيق ضمن عصر عاصر البدائية وتعايش معها، وهذا ما حث العلماء على دراسة المنطقة دراسة شاملة بلغت حد تأليف الكتب الخاصة بوصفها، ليكون ذلك اعترافا عالميا بروعة وجمال صحراء الجزائر اللامحدود. ختاما، إن صحراء الجزائر بامتدادها الواسع تعد آية من الإعجاز الفني والخلقي، يستحيل على أي مبدع محاولة وصفها وصفا يليق بعظمتها الحقيقية.